عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا. كيف الحال؟ أهلين وسهلين. مرة فخامة. اسمعني واش تقول لك؟ مرة فخامة أهل اتصال. مرة. علينا وعليك يا رب. من وين تكلمنا؟ أخباركم طيبين من الرياض. يا هلا، شلونك؟ عساك بخير؟ الحمد لله. نوف. نعم. أهل الرياض يقولوا لك يلا خلينا نلعب معاك وعطيهم صورة الفنانة صغيرة. يلا خلينا نشوف الصورة. لازم تعرف يا محمد من هو. ركز ركز يا محمد. يعني السعودية. وإن شاء الله ما راح نقصر. ناصر. ناصر عباس. ناصر عبالي بسألوه. ناصر عباس شلون؟ ناصر عباس. أنت قلت الإجابة ولا؟ أنت جاوبتي؟ ها؟ جاوبتي؟ لا أنا جاوبت. لا ما. ما. ترى غششتك يا محمد. يلا محمد اذا ما تجاوب انا منتحر. غششتك وهي ما تدري. محمد قالت لي انت ما تدري ما هي داري اصلا. قاعد تجاوب بروحها بروحها قاعد تجاوب. انا عن الجوهان هو اللي قاعد يقول. ما في شيء بقاعتهم. لا شنو؟ ما في شيء بقاعتهم. لا تدري شنو؟ الواحد يقول لي عن كنت روح ناصر عباس. ناصر عباس. فاز فاز فاز. ايش تبي بقى؟ مذيعة تعطيك السؤال والإجابة. أحلى من كل ما في. أول أقول الصالة أنا عند الدوحان يقول لي ناصر عباس. أنا عبالي اسمي المشترك ناصر عباس. ما علي يا أبوي. الإجابة ناصر عباس. والله ما علي بعد. زغرت يا أم توحة. شنو فاز زين صالة؟ شنو جواب؟ 100 دولار 100 دولار. يلا عليك بالعافية. يحاولون لك وعلى ما يحاولون تصير 100 ريال. مستحيل مستحيل. يا رب عليك بالعافيه ان شاء الله توصل. زين زين ال 100 دولار زين. نعمه نعمه. زين واذا تبي تعال الكابونات بعد يعني تقريبا كذا 300 ريال. طيب يعني وش ممكن اسوي انا؟ تنفع ميك اب يعني اهل السعوديه لازم يساهمون معانا في البرنامج. فيها عزومه حلوه. نبغى شركات سعوديه فيها طبق النجومي مره كذا يا بنت الحلال.